شايف الخط الحديدي هذا قيمته أكثر من 3 مليار دولار، مع أن هدفه بسيط، يجيبك من الإمارات لعمان في 47 دقيقة بس. حلو، بس ليش الإمارات وعمان بيصرفون كل هالمبلغ على هذا المشروع؟ الصدق إن هالمشروع جزء بسيط وايد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعشان نفهم أكثر خلنا نشوف في 20 سنة بس شو صار في التجارة بين هالبلدين. في سنة 2002 حجم التبادل التجاري بين البلدين كان 4.1 مليار درهم إماراتي، وبعد 20 سنة بس كم صار؟ 49 مليار درهم إماراتي. إذا من الأضعاف فبيكون 12 ضعف. لو هنا شفنا التجارة، من كل 100 دولار تستورد فيهم عمان 40 دولار منهم للإمارات، ومن كل 100 دولار تصدرهم عمان 20 دولار منهم للإمارات، وهذا يخلي الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة في العالم، وهذا يخلي عمان ثالث أكبر شريك تجاري عربي للإمارات والتاسع عالمياً. هذا كان بس عن التجارة، ولو شفنا الاستثمار المباشر شو أوضاعه؟ الإمارات في مقدمة دول العالم في الاستثمار في سلطنة عمان وفي أكثر من قطاع، والاستثمارات العمانية تفضل الإمارات كأول وجهة للاستثمار المباشر خارج عمان. وعندك شكل من أشكال الاستثمار المباشر، استثمارات مجموعة الفطيم الإماراتية في 7 سنين بس، نفس المولات والهايبر ماركتس وفرت أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية في عمان. هذا غير مئات الشركات العمانية في الإمارات اللي أكيد خلقت بعد الكثير من فرص العمل. والقصة بس في البزنس والتجارة، خلنا نمسك ملف السياحة. تخيل عمان من أهم الأسواق السياحية اللي استقبلتها الإمارات بحصة 6% في 2023، وفي 2022 كان السوق العماني ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياح في دبي ب 1.3 مليون سائح عماني. ولكن العلاقة اللي ياسين نتكلم عنها أكبر من كل هالأرقام والحدود الاقتصادية اللي تكلمنا عنها. هالعلاقات تختصر قصة شعب واحد يسكن في بلدين، ومثل ما شيخ محمد بن راشد قال، عمان منا ونحن منهم.